معنا إذن من إدلب إبراهيم الإدلبي الناشط الإعلامي ليحدثنا أكثر عن التفاصيل. إبراهيم مساء الخير، أهلا بك معنا. العشرات من الضحايا سقطوا قتلى إذن اليوم في هذا التفجير في أطمة، ما التفاصيل؟ وأيضا هناك أخبار تتحدث بأن هناك بعض الأشخاص من المقاتلين في صفوف أحرار الشام، ما المعلومات لديك؟ مساء النور، أهلا أنسي. هذا طبعا أتحدث اليوم عن أكثر من 30 قتيل. الحصيلة النهائية التي تمكنا من توثيقها ووصلتنا من إدارة المعبر والنقاط الطبية هي 38 شهيد كانوا قد لقوا حتفهم جراء هذا التفجير الإرهابي الذي تبنته عصابات داعش الإرهابية. أتحدث عن 38 يوجد بينهم قاضيان وقائد أيضا من حركة أحرار الشام كانوا متواجدين على المعبر، إضافة إلى عدد من المدنيين، لأن الحقيبة المتفجرة التي وضعت فيها المتفجرات كانت موجودة على البوابة المعبر أو البوابة الأولى للمعبر بالقرب من إحدى المطاعم التي كان يستخدمها المقاتلين والمدنيين من أجل تناول وجبة الإفطار أو حتى الغداء، خصوصا أنها كانت فترة في لحظة التفجير كان هناك تبديل للنوبة العسكرية المتواجدة في المعبر. عندما بدأت عملية التبديل حدث الانفجار أو حدث الخلل الأمني في تلك المنطقة أدى إلى هذا العدد. هناك أيضا لدينا أكثر من 20 جريح في النقاط الطبية في منطقة أطمة، إن كان مشفى أطمة الخيرية أو حتى مشفى عقربات نقل إلى تلك المنطقة من أجل تلقي العلاج. هناك حالات خطرة بين المصابين للأسف، من بين طبعا عناصر الجيش الحر أيضا في تلك المنطقة التي استهدفت. الحصيلة يبدو أنها مرجحة للزيادة للأسف في حال لم يتم تدارك الموقف أو في حال لم يتم طبعا شفاء المصابين الذين ذكرتهم في النقاط الطبية. طيب الآن بحسب المعلومات التي تصلك من هناك، يعني كيف يتم تأمين المعبر الآن، خاصة وأننا نعلم بأن قوة درع الفرات تتقدم يوم بعد يوم، وردات فعل داعش انتقامية ربما كانت متوقعة، كيف يتم تأمين المناطق الآن؟ طبعا بداية قبل التنويه إلى منطقة تأمين المعابر أو تأمين المنطقة بشكل عام، بعد التفجير مباشرة في غضون ساعة تمكن الجيش الحر من عملية درع الفرات من تحرير بلدة أخترين الاستراتيجية ناحية الاستراتيجية بريف حلب الشمالي. طبعا هناك متوقع ردات فعل انتقامية من هذا التنظيم لاستهداف النقاط الحيوية. نحن نتحدث عن أكبر تجمع للنازحين في شمال سوريا وهو مخيم أطمي الحدودي. منذ التفجير الأول في 14 من أغسطس منذ شهرين كان هناك طبعا بعض العمليات الأمنية التي قام بها الجيش الحر في المنطقة، إن كان اعتقال خلايا للتنظيم الإرهابي إن كان في بلدة أطمة أو غيرها من المناطق القريبة من المخيم، إضافة إلى وضع عدة حواجز من أجل حماية المدنيين داخل هذا المخيم داخل مخيم أطمة للتجمع السكاني. هناك أيضا بعض النقاط التفتيش التي وضعت على أبواب المخيم من أجل تفتيش الحقائب الداخلة وحتى السيارات الداخلة لتلك المنطقة أو تحديدا إلى منطقة المدنيين. هذا ما كان يرعب الجيش الحر، ولكن الخرق الأمني الذي حدث في الأخير هي بلحظة تبديل النوبة. كان تنظيم داعش يعلم يبدو أن لديه معلومات عن أوقات تبديل النوبات، هذا ما جعل سهولة بإدخال الحقيبة المتفجرة إلى داخل هذا المخيم. طيب الآن يعني قلت بأنه كان من ضمن الضحايا أيضا ليس فقط المقاتلين من المعارضة السورية المسلحة، أيضا المدنيين، يعني هل من معلومات لديكم كيف يتم تأمين المدنيين في هذه المناطق التي تعتبر الآن خطرة؟ نعم، ذكرت منذ التفجير الأول تم وضع حواجز على بوابة المخيم أو عند نهاية مدينة أطمة من أجل الدخول إلى هذا المخيم. هذه نقاط التفتيش يرعاها الجيش الحر من يقوم بالتأمين المدنيين. طبعا المدنيون في المخيم استوعبوا هذه الفكرة ولقوها طبعا بكل ترحيب، لأنهم حقيقة يريدون أن يعيشوا بأمان وسلام بعيدا عن التفجيرات الإرهابية التي تطال مخيمهم. هذا ما جعلهم يتقبلون الفكرة، إضافة إلى بعض الكتائب الأمنية والعناصر الأمنية التي تواجدت في المخيم وأيضا على أطراف هذا المخيم لتأمين سلامة المدنيين داخل هذا المخيم. وأنا أتحدث عن أكثر من 450 ألف نازح متواجدين ضمن تجمعات مخيم أطمة الحدودي. شكرا جزيلا لك إبراهيم الإدلبي الناشط الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من إدلب.